ها روح الله داخلي يدعوني لابن الله، كي أذهب للمزود كي أقبل الحياة. أسرعا واذهبا هيا يمضي عاجلا، يا نفس هيا واذهبي، هيا هيا اقبلي الحياة. هيا افرحوا يا شعبه، فها أخيرا جاء رب السماء قد أتى كي يصنع الفداء. أسرعوا واذهبوا وقبلوا ابن الله، وقدموا كنوزكم بل قدموا الحياة. بالشوق بالشوق بالحب أنا بالقلب آتي إليك، ألقي كنوزي كلها ألقيها تحت رجليك. أسجد أركع وأخشع لديك، أنت إلهي سيدي ها عمري بين يديك. ها شمس برنا أتى كي يمنح الشفاء، والأرض بالسما التقت لما أتاها الله. عظموا من أتى رب السماء البار، وقولوا مجدا لاسمه مجدا هللويا. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، فأتى بالروح إلى الهيكل. وعندما دخلت مريم العذراء ويوسف إلى الهيكل بالصبي يسوع، أخذه سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن يا سيد، الآن تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك، خلاصك هذا الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. نور إعلان للأمم ومجداً ومجداً لشعبك. عندما ذهب يوسف ومريم إلى الهيكل ويقدماه للرب، وجد أن الرب لا يزال يتكلم إلى بما يختص بهذا الطفل العجيب. وهناك في الهيكل تقابل مع رجل كبير في السن اسمه سمعان،
ووجد أن هذا الرجل كان قد تلقى وعدا من الله بأنه لن يموت لا يرى مسيح الله بعينيه. في هذا اليوم بالذات تكلم روح الله إلى سمعان الشيخ وأتى به إلى الهيكل، وهناك تقابل مع الرب يسوع شخصيا ورآه بعيني رأسه وحمله بين ذراعيه وتنبأ عليه وقال: أيها الرب، إن عيني قد أحصاها خلاصك، خلاصك هذا الذي أعددته نور إعلان وملكا عظيما. وبينما كان الطفل بين ذراعيه سبح وشكر الله وقدم المجد لاسمه العظيم. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. فليقبل إلي ويشرب. أيها العطاش، أيها العطاش جميعا، هلموا 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 إلى المياه. والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا، هلموا اشتروا، هلموا اشتروا، بلا فضة، بلا فضة وبلا ثمن. تعالوا إلي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، وأنا أريحكم. يا
ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، اليوم 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 إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، فلا تقسوا قلوبكم. ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. بالشوق بالشوق بالحب أنا بالقلب آتي إليك، ألقي كنوزي كلها ألقيها تحت رجليك، أسجد أركع وأخشع لديك، أنت إلهي سيدي ها عمري بين يديك.